لابد للسلطات، انا نقول لابد للسلطات، يعني كما قننت لبائع المشروبات وبائع البيتزا وبائع الامور هذه، لابد ان تقنن هذه الامور، ولا يمارس هذه الرقيه الا من كان اهلا لها. اذا في الانسان باش واحد يروح يدير يبيع البيتزا لازم يدير ستاج ويدفع عليه اموال، والانسان الذي والذي يعالج بكتاب الله تبارك وتعالى، العلاج الذي ربما ينفعني انا لا ينفعك انت. اما في مجال الرقيه الرقميه فيسعى الكثير من الرقاة الى التوجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي من باب الشهره والتسويق لانفسهم، وذلك لسرعه الوصول الى المرضى.